خبر ارتباط الفنان التركي مراد يلدرم المعروف باسم امير في عالمنا العربي من ملكة جمال المغرب السابقة ايمان الباني فتح الباب امام ظاهرة زواج فنانين عرب واجانب من مغربيات. فبعد جواز امير من المغربية تردد كلام ان النجم الوسيم براك اوزجفيت هيتجوز المطربة المغربية جليلة المقيمة في دبي. غير مراد وغير براك في نجوم عرب كتير اتجوزوا مغربيات، يعني مثلا تامر حسني اتجوز نجم ستار اكاديمي بسمة بوسيل، النجم العالمي الشاب خالد اتجوز مديرة اعماله سميرة ديابي، المنشد الديني ماهر زين اتجوز عائشة المغربية، المنتج البحريني محمد الترك اتجوز دنيا بطل، المطرب اللبناني رضا مطرب الفقراء اتجوز سلوى الشرقاوي، الفنان المصري احمد رزق اتجوز احلام، والفنان احمد فلوكس اتجوز رابية، والقايمة طويلة. والسؤال هنا، ايه هو السر في المرأة المغربية اللي خلاها تأسر قلوب الفنانين العرب في كل مكان؟ هل هو الدلال والحلال وطريقة معاملتها للرجل، ولا هي بتجمع بين سحر الشرق وجمال الغرب، ولا بتجيد شؤون البيت؟ الله اعلم. انا مش اقدر افيد، كل ما اروح اتجوز مغربية. سلام الى مراكش.